الشهيد محمد هارون. الشهيد محمد هارون ناس كتير يمكن ما تعرفوش لانه الاعلام ما اتكلمش عنه بشكل كافي. يعني انتوا شفتوا حضراتكم صورته قدام اللجنه اللي راحت ادلت بصوتها فيها شقيقته الست اماني هارون في بني سويف. هو يعني ابن بني سويف. وعايز اقول لحضراتكم انا هوريكم يعني فيديو معمول على صور الشهيد هارون وتواجده في سيناء وكان بيعمل ايه، وبعدين ارجع اقول لكم من هذا الشهيد لانه هو كمان هيبقى بطلنا احنا في المحور في الايام الجايه كجزء من تخليد سيره هؤلاء الابطال. يعني خلينا نسمع الاغنيه دي اللي عملناها على صور الشهيد هارون وهو موجود في سيناء. عايز اقول لحضراتكم ان الصور اللي مموهينها دي دول صور لكلاب النار. يعني انه دول صور لعدد من الارهابيين اللي تم اصطيادهم، لكن احنا فضلنا ان احنا نموههم كلهم، نموه جثثهم كلهم. الحقيقه عايز اقول لكم الشهيد العقيد محمد هارون لقبه انه امير الشهداء، وهو لقب مستحق تماما، يعني امير الشهداء. هذا العقيد البطل كان اللي هو ممكن ان نطلق عليه برضو بعبع الارهابيين في سين. يعني لما كان بيبقى موجود في الكتيبه بتاعته كان بيبقى معمول له الف حساب. لما كان بينزل اجازه كان بتبقى في حاله ابتهاج عند الجماعه الارهابيين، ولما يرجع تبقى في مشكله. ليه؟ لانه كان بيدخل اوكارهم وبيدخل تجمعاتهم فيما يشبه يعني العمليات الاستشهادية، يدخل يخطف منهم ناس ويجيبهم. تقريبا من اكتر الناس اللي يعني اصطادوا وقنصوا ارهابيين في سيناء كان العقيد محمد هارون. عقيد محمد هارون ده لعب دور مهم جدا في اهم معركة، انتوا عارفين معركة 1/7/2015، المعركة اللي الارهابيين هاجموا فيها 15 كمين في سيناء، وكان الهدف الاساسي ان هم ياخدوا الشيخ زويد ويرفعوا عليها الرايه ويقول لك يعني ولايه سينا ولا مش عارف ايه. في هذا اليوم لما طلبت الكمائن دعم اتحرك رغم انه كان في الطرق ملغمه، ودخل وانقذ عدد كبير جدا من ولادنا، وبعدين يعني قنص عدد كبير جدا وقضى على عدد كبير جدا من الجماعه الارهابيين، وظل إلى أن استشهد يوم 13 نوفمبر 2015، يعني بعدها بشهور قليلة، واستشهد في يعني حادث سيارة تم تفجيرها بعبوة نصف.
هو حتى الان انا متابع طول الوقت، لان انا كمان بشكر اخوه يعني صديقي العزيز الاستاذ احمد هارون، لانه لا ينسى دائما، يعني بيذكر الناس باللي عمله. ويمكن ان شاء الله بعد الانتخابات الرئاسيه والامور تستقر هيكون معانا الاستاذ احمد هارون يكلمنا عن هذا البطل اللي هو احد فعلا ابطال الجيش المصري في سيناء. يمكن هو من الناس القليلين مثلا اللي كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي على التليفون مره وسمع منه. واعرف انه القائد العام الفريق اول الصدر صبحي يعني يعتز بالشهيد محمد هارون ويعتبره في مثابه بمثابه ابنه.